أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الجمعة الموافق 9 يونيو 9 حزيران 2023. هتطلب صحتك النهاردة اهتمام كبير جدا، حتى لو زرت الدكتور النهاردة عن طريق انك تتعين بشكل كويس. هتكون كل علاقاتك مع الأشخاص اللي بيقربوا لك متوترة وغير واضحة، او هتخنق روحك بشكل عاطفي اكتر. يوم النهاردة مناسب جدا لشغلك، عشان كده ما تضيعش وقتك اكتر. هتلاقي النهاردة دعوة عشان تزور مكان او تحضر اجتماع هتعمله وهتنفذه في الايام الجاية. حتى لو كنت انت النهاردة عندك فرصة، هتكون شايلة ليك رغبة في انك تعمل خطط جديدة لنفسك، هتبقى فيها اكتر جراءة مع كل مستقبلك القريب، ولا تبقى بتحقق من خلالها كل أولوياتك. ممكن إنك تاخد إجراءات مشتركة كتير فيها محادثات مهمة جدا مع أشخاص مختلفين. بيميل كل الأشخاص النهاردة إنهم ياخدوا قرارات مهمة بشأن كل حياتهم الشخصية والأسرية وحتى المهنية. ممكن يكون في تغيرات جذرية كتير مهمة بالنسبة ليك ولتطورك في كل مجالات حياتك. كل الأشخاص النهاردة هيمروا بيوم في حدث جاي هيبقى بيتعلق بحد من أفراد أسرتنا في اليوم ده. هتبتدي تنشأ خلافات كتير بسبب القيود اللي ممكن تبقى في طريقة تفكيرنا وفهمنا لموقف معين، أو طريقة رؤيتنا للأمور في حياتنا، أو بسبب حتى ظروف تانية. عندنا مظاهر كتير لنا زوايا مختلفة مش هنساعد بيها نفسنا بشكل كبير. هنحاول نتجنب نفرض رأينا على كل الأشخاص اللي حوالينا بأننا نكلمهم إزاي يفكروا أو إزاي يتصرفوا، وإزاي تؤثر في كل تحيزاتك العاطفية على أفكارك في اليوم ده. ممكن يبقى بيأثر تفكيرك النهاردة على مشاعر كتير. بفضل إنك تستخدم طاقتك في اليوم ده عشان تنخرط في كتير من الأعمال الذهنية في اليوم ده وفي الوقت المحدد والمناسب، عشان تنظم بيتك وتجدده لو كان في حاجة للتجديد. هيستمر القمر في برج الدلو لغاية ما يبقى بينتقل لبرج الحوت المتسامح والحساس. هيشكل عطارد النهاردة مع نبتون حركة بتأثر على خيالنا. من خلال العبور ده هنعرف نجرب شعور حلو في معرفة، في فهم مع أي حد أدنى بالنسبة لينا، في شرح لتعليمات كتيرة هتعرف تبرزها في حدسك وهتعرف تصحيه، وهتكون بتطبقه بشكل خلاق جدا مع كل الأمور العملية. هنكون قادرين نتوصل لتفاصيل حلوة دقيقة جدا، هتبقى بتساعدنا عشان نفهم الأشخاص اللي حوالينا والمواقف اللي ممكن نبقى بنقع فيها. هنبقى أكتر استعداد عشان نلهم نفسنا ونلهم الأشخاص اللي حوالينا بكلمات كتيرة. هيبقى في انفتاح نفسي في كل تفاعلاتنا وكل اتصالاتنا، ونبقى لطيفين أكتر متعاطفين اكتر بشكل ملحوظ. هنبقى بنتجه نحو كل ده في وقت مبكر. كل ده هيعزز تفاعلنا ومهاراتنا عشان نحل المشاكل اللي عندنا. هنتواصل مع احساسنا بالهدف والمهمة، وده هيزيد من ثقتنا كتير جدا.